بيلعب فين؟ انت رايك؟ از اسكن خلاص اوكي السؤال هو بيقول له انت قلت ازاي تعاملت ازاي مع قفشه لما اهدى ضربه الجزاء تعاملت ازاي مع بادجي لما خرجته بعد ما نزلته فقال لا ده تغيير خططي ده مش making five changes every match يعني ليه كل مباراه عندي خمس تغييرات But I see Arabi is running in training. No, I said that you have a brave heart to do something like positive that. Point. It's very good for us. Yeah, but yes, but the boy Arabi is fighting. Yes. And is it Shobi? What's his name? The young one? Shadi Radwan. Yeah. Shadi Radwan. Always running in training. Yeah. I see running. So let them play. السؤال الثاني كان عندك الجرأة انك تدفع دفعت بلعيبه ناشئين كتير ودي حاجه ايجابيه فبيقول العربي العربي اترجم العربي بدر بيبذل مجهود كبير وبيقاتل في الملعب بشوف التمرين وشادي برضو بيجري كتير اديهم فرصه يجي ويلعبوا ما تخافش احنا ما لمناهمش يعني القرش عشان ياكلهم اديهم فرصه عشان يلعبوا تصريحات متزنه من مستر موسيماني واتكلم كويس قوي على الروح العاليه والالتزام الخططي للنادي الاهلي خصوصا وهو ناقص لعيب اتكلم طبعا ان احنا خلقنا فرص وكان ممكن نستفيد من الفرص ديت اتكلم عن كلامه مع قفشه وعجبني جدا كلامه مع قفشه خصوصا بعد ضربه الجزاء المهدره يعني